هي مبادرة الهدف منها رد جميل من شرف رياضة كرة السلة في العديد من المناسبات وتكريس لهذه الخطوة التي تجمع جيل الأمس بجيل اليوم. تكريم اللاعب القديم والمدرب منذ السبعينيات بالعربي عمر الذي دعا صيته مع فريق عين تيموشنت لكرة السلة كان الحدث. هذه المبادرة كرمنا الأخ عمر كالأولى كلاعب وكمدرب للفريق كرة السلة في هذوك الأعوام ما بين السبعينات والتسعينات. المبادرة هذه استحسنها اللاعب القديم وأكد على ضرورة العمل من أجل إعادة الاعتبار لهذه الرياضة بالولاية. أنا مسرور جدا بهذه المناسبة وأتمنى أن تكون هذه المبادرة حامدة لكل اللاعبين القدماء. أتمنى باش كرة السلة في تيموشنت تولي في الغدور سون بلاسون دور اللي كان بكري. جيل الأمس الذي لا زال محبا لروح الجماعة شارك وبقوة من مختلف ولايات الغرب الجزائري في هذه التظاهرة الرياضية. اليوم أنا بارتيسيبي أن جيبيلي تاع خونا اسمه خونا عبد العربي عمر. سو جوار اسمه لا كونتر علينا ومد بزاف الباسكت وكسوا اون كاليتي دو اونترينور ولا جوار سيتي ان اكسيلون جوار. رانا فرحانين من هذا النهار الحمد لله اللي جينا نشرفوا سي عمر بالعربي اللي خلى تاريخنا في تيموشنت. كان مكون كان لعاب قبل ومن بعد كان مكون الحمد لله وخلى جيل موراه ان شاء الله اللي راه طالع. فرحنا من هذا النهار بزاف من تلاقينا مع الجماعة تاع وهران، الجماعة تاع بنيصاف، الجماعة تاع سيارتي، رانا فرحانين بزاف. ليسلم جيل الأمس المشعل لجيل اليوم الذي لا زال يؤكد على الاحترافية والتميز في هذه الرياضة العريقة بولاية عين تيموشنت.